السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك شباب؟ هنكمل بإذن الله. المرة دي هنبدأ ندخل بقى في الـ OOP أو الـ Object Oriented Programming، Chapter 9 من الكتاب. الشابتر ده ظريف جدا، وهنبدأ بقى ناخد OOP وهنبعد شوية عن كور الجافا أو كونسبت الجافا نفسها، ونبدأ نخش في كونسبت الـ Object Oriented Programming بشكل مفصل شوية يعني. أنا عايز أوريك صورة جميلة جدا بصراحة، ده من موقع الجافا دوكيومنتيشن اللي هو بتاع أوريكل نفسه. الصورة دي جميلة جدا يعني، يعتبر يكون فيها كل حاجة. أو أنت لو عايز ترسم كده شكل في دماغك يعني إيه جافا، ويعني إيه جافا فيرتشوال ماشين، وجافا بتشتغل إزاي، وإيه الكومبوننتس اللي جوه جافا، الصورة دي هتلم لك كل الحاجات دي جدا يعني. مثلا الحاجات اللي باللون الأصفر دي مثلا شوية كده باكجز متخصصة في حاجات معينة، زي مثلا اللوجينج، زي الريفليكشن، زي الكولكشنز. هنشوف الحاجات دي كلها بالتفصيل قدام. مثلا الكلاسز ديت او الحاجات دي كلها، دي حاجات مثلا ليها علاقه بالجافا ستاندرد اديشن او الجافا اس اي اي بي اي اللي هو الشكل ده كله كده مثلا. طيب ده كده كله، او ده كده من اوله لحد اخره، ده مثلا جي دي كي او الجافا ديفلوبمنت كيت، يعني ايه اللي موجود في الجي دي كي كله. تمام. طيب هنا مثلا في الجافا سي اللي هو الكومبايلر بتاع الجافا، في الجافا دوكيومنتيشن، في الجافا فيرتشوال ماشين، في حاجات كتيره جدا. دي صوره الجافا. انا ليه بقول الحته دي دلوقتي؟ لان ده الكود جافا، او دي لغه الجافا نفسها، او دي جافا كبروجرامينج لانجوج. هل هنا مكتوب اي حاجه خالص فيها كلمه او بي؟ مفيش. يبقى لازم تفرق كويس جدا ما بين او بي ككونسبت، ما بين او بي كامبلمنتيشن بلغه معينه. تمام. احنا قلنا الكلام ده كتير جدا، بس عايز اعيد عليه تاني. الـ OOP ده كونسبت بروجرامنج، او طريقه بتبرمج بيها، او طريقه بتنظم بيها الكود بتاعك، ده بشكل يعني مبسط جدا. ولكن اللغه نفسها او لغه البرمجه نفسها هي التول اللي بتستخدمها عشان تامبلمنت الكونسبت ده. حاول تفرق جدا ما بين الحاجتين دول. فالـ OOP احنا هنستخدم الجافا ان احنا نامبلمنت OOP، او يبقى عندنا OOP. ده ملوش علاقة خالص بإن الجافا نفسها كلها كلغة برمجة مبنية في الأساس على كونسبت الـ OOP. خلي بالك كويس جدا من الحتة دي، عشان دي بقى هنبدأ نتعرض لها كويس قوي في الشابتر ده وفي الشابترز اللي جاية كله. تمام؟ طيب الـ OOP أو الـ Object Oriented Programming مكون من أكتر من كونسبتس كده. تمام؟ أهمهم عندي الثلاثة كونسبتس دول، وطبعا تحتيهم حاجات تانية، بس الشابتر بتاخد العنوان الرئيسي او الهيد لاين بتاع الكونسبت نفسه يعني. حاجه اسمها انهيرتنس، حاجه اسمها بوليمورفيزم، والانترفيسز. دول اهم ثلاث حاجات في اي كونسبت او في اي حاجه ليها علاقه بالاو او بي او الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. تحتيهم بقى كونسبت كتير جدا 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 هندسه بالتفصيل، هنتكلم فيها بالتفصيل. ولكن الانهيرتنس ده كور اساسي في الاو او بي، ده هتلاقيه في كل اللغات البرمجه اللي موجوده. تمام. البوليمورفيزم والانترفيسز موجود، دي حاجات اساسيه في الكونسبت، ما ينفعش ان احنا نقولها مثلا كسب هيد لاينز او عناوين فرعيه، لا ده الكونسبت الرئيسيه بتاعت الـ OOP. كويس جدا كده. طيب الجافا بقى، تعال نربط ما بين الحاجتين. الميزه الوحيده في الجافا اللي هتفرقها شوية عن أي لغة برمجة تانية، سواء السي بلس بلس مثلا، إن السي بلس بلس فيها كونسبت الـ OOP، يعني بتسبورت الـ OOP. ولكن الفرق الجميل جدا ما بين الاتنين إن الجافا نفسها مبنية على الـ OOP، مبنية على كونسبت الـ Object Oriented Programming. قلنا الكلام ده من شوية. طب ده هيساعدك في إيه؟ هيساعدك إن أنا وأنا مثلا بشرح الـ Inheritance دلوقتي، أو هنعرف يعني كلمة Inheritance، أو هنعرف طبعا الحاجات دي بالتفصيل دلوقتي. حاجة أقول لك الجافا مطبقة إزاي الكونسبت ده، فالكونسبت هي يعني هيثبت في كويس جدا، انك بتاخد الكونسبت بتفهمه، بتشوف لغه البرمجه نفسها عشان تطلع لك الشكل ده، او عشان يبقى في لغه برمجه اسمها جافا طبقت ازاي كونسبت الانهيرتنس. فاظن مفيش احسن من كده فهم، انك تعرف تذاكر اللي هو بي. عشان كده انا كنت مصر ان اللي هو بي يتشرح بالجافا، لان هي لغه بتسبورته وفي نفس الوقت مبنيه عليه، فدي ميزه كويسه جدا في الجافا عن اي لغه بروجرامنج ثانيه بتسبورت اللي هو بي. طيب تعالى بقى نتكلم على الـ OOP نفسه، او تعالى نتكلم على الانهيرتنس نفسه. انا دلوقتي لو قلت لك مثلا انا عايز منك تعمل لي ابلكيشن، الابلكيشن دوت يضم لي كل انواع العربيات مثلا اللي بتنتجها المانيا مثلا على سبيل المثال، وامريكا مثلا.
كويس كده، وقلت لك مثل لي كل عربية على هيئة كلاس. عشان طبعا اتكلمنا شوية عن كلاسز وقلنا كلاس بيكون فيها ايه اتريبيوتس وستر وجيتر ميثودز والحاجات دي كلها. فرحت انت بمنتهى البساطة جدا وقلت لي طب تمام، انا كل اللي هعمله ان انا هقوم جايب كده كلاس وكلاس 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 وكلاس، حط زي ما انت عايز بقى، وتقوم مسمي لي كل كلاس بنوع العربية، يعني مثلا بي ام دبليو، مثلا مثلا مرسيدس، مثلا فولكس فاجن، او بعد كده رحنا الامريكي مثلا الجيب، مثلا مش عارف مثلا الفراري، وحط بقى مثلا الفورد، عربيات بقى زي ما انت عايز، فاهم كده؟ مثلا تسلا، كلنا عارفين تسلا مثلا، وفي كل كلاس فيهم، دي كلها كلاسز تمام كده، وفي كل كلاس فيهم رحت انت حاطط لي مثلا البي ام دبليو. البي ام دبليو مثلا عندها وليكن سعد الموتور، او فيها كام سي سي، والمرسيدس فيها برضو كام سي سي، ومثلا الفولكس فاجن فيها سعة الموتور بتاعتها كام سي سي. رحت انت معرف كل واحده فيهم مثلا الفاريبل، وليكن ده اسمه سترينج، وقلت لي مثلا السترينج دوت اسمه مثلا انجن كاباسيتي او سعه الموتور، موجودين في كل الكلاسز دي مش كده؟ ركز معايا كويس جدا. طيب انا كبرت شويه الابلكيشن، قلت لك انا عايزك تمثل لي العربيات اللي موجوده مثلا او بتنتجها دوله اوروبا او قاره اوروبا مثلا وقاره امريكا الجنوبيه او امريكا الشماليه او حاجه. خدت لك نص الكره الشمالي كله كده، وقلت لك هات لي كل انواع العربيات اللي تنتجها. رحت انت بقى داخل بقى الهيونداي بقى في كوريا، وداخل مش عارف فين، وداخل وداخل وداخل، لقيت نفسك عامل لي مثلا بتاع يجي 500 كلاس بانواع العربيات كلهم اللي موجودين في العالم كله. طيب دي مش مشكله، لان البيزنس نيد عايز كده، او دي فكره الابلكيشن نفسه، انا عايزك تمثل لي كل العربيات اللي موجوده، فطبيعي ما انت يعني هتختصر ايه؟ ما هي عربيات ولازم تمثل لي كل عربيه في الكلاس بتاعته، مش كده؟ طيب ولكن المشكله فين؟ المشكلة إن في ال 500 كلاس بتوعك هتلاقي نفسك حاطط لي هنا مثلا نيم، وحاطط لي هنا برضو النيم اللي هو النيم بتاع العربية، عشان لما تيجي تعمل اوبجكت مثلا من كلاس اللي هو اسمه مرسيدس دوت، تقوم قايل إن النيم بتاع العربية مرسيدس ديت مثلا الاسم بتاعها مرسيدس، عشان تدي لها اسم، طبعا تدي الاوبجكت اسم، وبرضو هتلاقي هنا في نيم، وهكذا بقى في كل الكلاسز. طيب مثلا نمبر اوف ويلز، مثلا عدد العجلات بالاستبن، هتلاقي هنا مثلا أربعة، وهنا مثلا أربعة، مثلا الجيب فيها خمسة بالاستبن، أيا كان مثلا اللي هو برضو عدد العجلات، هتلاقي عدد العجلات موجودين في كل الموجودين في كل الكلاسز. طيب مثلا الانجن، مثلا الفالف بتاعته، او عدد دورات الموتور بتاعته، هتلاقي ان في كل العربيات ديت فيها عدد دورات الموتور، طبعا في عدد كراسي، في مش عارف كل، حط بقى كل البروبرتيز بتاعت العربيات اللي موجوده، لان كل العربيات كلها بتشترك في بروبرتيز واحده، يعني بتشترك في حاجات، ما ينفعش عربيه ما يكونش فيها انجن، ما ينفعش عربيه ما يكونش فيها كراسي، ما ينفعش عربيه ما يكونش فيها موتور، الحاجات دي كلها نفس الفكره. هنا بقى المشكلة، المشكلة فين؟ المشكلة انك دلوقتي حضرتك بتعمل دبل كيت للكود، يعني انت بتكرر الكود بتاعك بشكل ملوش أي معنى خالص. ليه ملوش أي معنى؟ لأنك دلوقتي كل كلاس فيهم بيحتوي على نفس البروبرتيز، يكاد يكون في فرق بسيط جدا منهم ما بينهم وبين بعض، ولكن كلهم بيشتركوا في حاجة واحدة، يعني كلهم بيشتركوا في النيم، كلهم بيشتركوا في السي سي، كلهم بيشتركوا مش عارف في الـ في الانجن، كلهم بيشتركوا حاجات كتيره جدا مش كده؟ ممكن مثلا العربيه تسلا مثلا فيها فيلد زياده، او فيها بروبرتي زياده مثلا اللي هو الالكتريكستي، او الالكتريستي اللي هي بتشتغل بالكهرباء، مش موجوده مثلا في المرسيدس او بي ام دبليو، فدي ممكن مثلا اللي يزيد عليها هنا مثلا بروبرتي زياده، ولكن برضه عندها السي سي بتاعها قد ايه، وعندها النيم بتاعها، وعندها الانجن بتاعها، وعندها الحاجات اللي شبه الباقي كله. حضرتك دلوقتي بتعمل ايه؟ وده تعمل دبل كيت للكود، فده غلط جدا، ده مش كونسبت او بي خالص مش كده؟ فطبعا دي حاجه مش منطقيه خالص، مش منطقي دلوقتي انك تكون مثلا، احنا دلوقتي اتكلمنا مثلا عن ايه؟ اتكلمنا دلوقتي عن العربيات. طيب انت لو اتكلمت عن اي حاجه تانية موجوده في الدنيا، مثلا شركه مثلا معينه عايز تعمل ابلكيشن بيمثل كل انواع الوظائف الموجوده في شركه،
في واحد بتاع اي تي، في واحد بتاع حسابات، في واحد بتاع مدير اداره، في مش عارف رئيس مجلس اداره، في هتلاقي نفسك في كلاسز كامله كلهم، كل كلاس هتلاقي ان في نفس التوبكس موجوده. ما هو مدير الاداره ليه اسم، مدير الاداره ليه رقم قومي، مدير الاداره ليه مثلا ايا كان رقم تليفون مثلا، ليه عنوان، وفي نفس الوقت برضو موظف الاي تي ليه عنوان، ليه رقم مش عارف ايه، الحاجات دي كلها هتلاقي نفسك برضو بالدوبلكيت الكود. تمام، وخدها كده قاعده في البروجرامنج عموما، وانس انك لقيت نفسك بتكتب الكود بتاعك اكتر من مره وبتعمل له كوبي اند بيست، اعرف انك ماشي غلط على طول. تمام، لان الاو بي مبنيه اصلا على كلمه الريوزابيلتي، او انك تستخدم الكود بتاعك اكتر من مره من غير ما تعمل له كوبي اند بيست. تمام كده، فهنا ظهر كونسبت الانهيرتنس بقى. تمام، حضرتك دلوقتي كل دول ايه بالظبط؟ كل دول عربيات مش كده، وكل دول بيشتركوا في صفه معينه او مجموعه صفات معينه. فكونسبت الاو بي نفسه او كونسبت الاوبجكت اورينتد بروجرامنج اللي هو الانهيرتنس قال لك ايه؟ قال لك دلوقتي انت عندك عربيات كتير جدا ولكن كلهم بيشتركوا في صفات معينه، طب فيها ايه؟ ان انا يبقى عندي كلاس واحد، الكلاس دوت اسميه مثلا كار، ويبقى عندي بقى ايه؟ يبقى عندي ال 500 كلاس التانيين، الكلاس دي كلها بتاخد منه، وهنعرف ان دلوقتي بتاخد منه. كويس كده؟ الكلاس دي بقى اسمها ايه بقى مثلا؟ اسمها بقى ال بي ام دبليو، المرسيدس مثلا، الفورد، الفولكس فاجن، مش عارف ايه مثلا، الفراري مثلا، مش عارف، التسلا، الهيونداي. تمام، دي كلها كلاسز. تمام، وكلهم مالهم؟ كلهم هياخدوا من الكلاس اللي اسمه كار ده. ده اول كونسبت في كونسبت الاوبجكت اورينتد بروجرامنج نفسه، او ده اول حاجه اسمها الانهيرتنس. طب الكار ده هيكون فيه ايه؟ الكار ده هيكون فيه ببساطه جدا، اكيد انت متخيل، في النيم بتاع الكار، الاسم بتاعه، في مثلا الانجن كاباسيتي اللي هو سعه الموتور، في مثلا نمبر اوف ويلز اللي هو عدد العجلات مثلا او عدد العجل، في كل اللي انت عايزه بقى، في مثلا تاريخ الصنع مثلا اللي هو البرودكشن، مثلا البرودكشن ديت، تاريخ الصنع مثلا، في مثلا السرعه او الماكسيمم سبيد مثلا، كلها ايه؟ كلها بروبرتيز هتلاقيها بتتكرر هنا وهنا وهنا وهنا، هتلاقيها بتتكرر في كل العربيات. طب هل معنى ان انا كتبتهم هنا محتاج ان انا اكتبهم هنا؟ لا، خلاص خلصت. طالما ده اخد من ده او عمل انهيرت من ده، تمام، او تعالى بقى نترجمها عربي شويه، طالما ده ورث من ده، ما كلمه انهيرتنس يعني ورث، او انا باورث، ده انهيرت يعني باورث. تمام كده، الترجمه الحرفيه العاديه جدا نفس الكونسيبت بتاع البرمجه، يعني هتلاقي ان الترجمه بتساوي على طول اللي البروجرامنج بيعمله. كويس كده، خلاص انا طالما ورثت دول مش محتاج بقى ان انا اكتبهم عندي هنا تاني، فاتحلت المشكله، ما اتحلتش، ما عادش في دبلكيشن للكود، ما عادش في كود بيتكرر. ولكن مثلا العربيه اللي هي التسلا دي، هتقول العربيه التسلا ديت فيها الكتريستي، او فيها مثلا مثلا اللي هو العربيه اللي بالكهرباء، هي تسلا بالكهرباء، مش موجوده في الفيراري، مش موجوده في البي ام دبليو، مش موجوده في المرسيدس، لكن موجوده في التسلا. فهنا مثلا هعرف الالكتريستي بتاعتي. تمام، هل ان انا عرفت اتريبيوتس جديد او اتريبيوت زياده، ده معناه ان انا خلاص مش هاخد دول؟ لا، هاخد دول برضو، بس عندي حاجه بقى تخصني انا، انا عندي حاجه بتاعتي انا. تمام كده، لكن هنا لو انا مش عايز ان انا اعرف حاجه زياده، او لو كلهم شبه بعض، خلاص هاخدهم بقى. تمام، مش محتاج ان انا اعرف حاجه زياده. ده فكره الاو بي، او دي فكره الانهيرتنس. ده بقى بنسميه ايه؟ ده بنسميه السوبر كلاس. تعال بقى نخش شويه في المسميات بتاعتي، ودول بنسميهم ايه؟ دول بنسميهم كلهم السب كلاسز. سب كلاس يعني كلاس، سب يعني حاجه جزئيه، ده السوبر كلاس اللي هو الكلاس الام، اللي هو الكلاس اللي كله بينهرت منه او كله بياخد منه.
وصلت كده؟ ده فكرة الانهيرتنس، دي فكرة ال او بي. هل كده خلصت؟ لا طبعا ما خلصتش، بقى في كلام كتير جدا هنتكلمه في الموضوع دوت، وهنشرحه بالتفصيل الممل، ولكن اتمنى يكون الكونسبت توصل لك. اتمنى يكون احنا ليه اصلا فكرنا في كونسبت انهيرتنس اساسا، او ليه هنشرحه اصلا، او ليه موجود في ال او بي. بس ده كونسبت انهيرتنس. طب هل ده موجود في الجافا؟ هل ده امبلمنتد في الجافا؟ يعني هل الجافا عشان تبني لك الكلاسز بتاعها او تبني لك الباكجز بتاعتها كانت فيها انهيرتنس؟ طبعا فيها انهيرتنس، الجافا كلها مبنيه اصلا انهيرتنس. اكتر الكونسبت متكرر غالبا في الجافا هو كونسبت انهيرتنس، تمام؟ الباكجز كلها بتنهيرت من بعض، الكلاس كلها بينهيرت من بعض، وهنشوف الكلام ده بالتفصيل. بس كده شويه انتروكشن، حاجات بسيطه، اللي هي طبعا مش هنتكلم بقى على حوار قراءه الكتاب، او ان انا ابص في الكتاب ده لازم ابص فيه يعني كويس جدا. تعالى بس نتكلم شويه عن اكتر من كونسبت هنا شويه. في حاجه اسمها is a relationship، ودي اللي هتلاقيها دايما بتتكرر معاك بقى، سواء بقى في امتحان، سواء في انترفيو كويستشنز، سواء في الحاجات دي كلها. يقول لك يعني ايه is a relationship؟ هي كلمة is a يعني ايه؟ يعني يكون او حاجة بتكون. فال BMW is a car، المرسيدس is a car، الفيراري is a car. فال inheritance relationship هي is a relationship. طب ليه بقول كده؟ عشان في ريليشن تانية، ريليشن شيب تانية هيكون اسمها هاز، فهاز دي هتكون مختلفة شوية، فهنبدأ نفصل بين الاتنين. ولكن اعرف دلوقتي ان كلمة is a relationship هي بتدل على الانهيرتنس، مش محتاج تحفظها، المفروض تكون فاهمها. تسلا is a car مش كده؟ فالسب كلاس هو سوبر كلاس، ولكن ببروبرتيز مختلفة شوية، مش كده ليه؟ كويس جدا جدا. طيب بنسميه برضو الانهيرتنس في بعض الحالات، يعني بنسميه حاجه اسمها سبيشاليزيشن. يعني ايه سبيشاليزيشن؟ هو سبيشال يعني ايه؟ سبيشال يعني حاجه خاصه. تعالى ناخد الجمله نفسرها بالانجلش، تفسير ممل جدا. سبيشال يعني حاجه خاصه. طيب سبيشاليتي اللي هي التخصص. طيب سبيشاليزيشن او حاجه متخصصه، او سبيشاليزيشن بتخصص في حاجه معينه، مش كده؟ فكلمة specialization هنا بتدل على ايه؟ بتدل ان هنا ده سوبر كلاس. بسبيشالايز او بخصص منه ايه؟ بخصص منه بي ام دبليو، بخصص منه مرسيدس، بخصص منه فيراري. خلاص ما عادش حاجة، يعني ما عادتش حاجة جنرال، هي كار جنرال، كويس كده؟ لكن التسلا مش جنرال، التسلا ده نوع عربية. الهيونداي مش جنرال، الهيونداي مش عربية وخلاص، لا ده الهيونداي دي ماركة معينة، ليها مواصفات معينة، ليها حاجات معينة. فأنا كده بخصص الجنرال ريليشن شيب بتاعتي. يعني هنا الكار دي جنرال مينينج كده، معنى عام، دي عربيه. فمجرد ان انا خصصتهم هنا وقلت ان دي بي ام دبليو، وقلت ان دي مرسيدس، وقلت دي فيراري، وقلت دي مش عارف يونداي، خلاص انا بدات اخصص الموضوع، كويس كده؟ يبقى وانا نازل، خد بالك عشان حاجه مهمه جدا، عشان دي هنستفيد بيها قدام في الكتاب برضه. وانا نازل من تحت او من فوق لتحت، دي عمليه اسمها سبيشاليزيشن. وانا طالع من تحت لفوق، دي عملية اسمها جنراليزيشن، اللي هو العكس، ان انا بجنراليز بقى. ما البي ام دبليو لو عملت لها جنراليز، هي في الاخر، هي في الاخر عربية. ولكن العربية الكار لما عمل لها سبيشاليز او عمل لها حاجة متخصصة منها، يبقى في منها بي ام دبليو، في منها مرسيدس، في منها فيراري، في منها فولكس باكن وهكذا. ولكن لما اعمل جنراليز للكلاسز ديت واطلعهم فوق، او اقول البي ام دبليو از ا كار، فانا كده عملت جنرالايز، يعني كده عممت الموضوع، كده قلت ان في الاول وفي الاخر ان البي ام دبليو ديت مالها؟ عربيه، تمام؟ جبت من الاخر زي ما بيقولوا يعني. بس دي كده الفكره بتاعت الانهيرتنس. طبعا احنا هنشرح الكلام ده بالتفصيل، وهنكتب كود، وهنعمل كل حاجه، وهنعرف ازاي بنمبلمنت الموضوع ده في الجافا، وهنعرف ازاي الجافا عامله اصلا امبلمنتيشن لل او بي كونسبت نفسها. بس ما فيش حاجة تاني غالبا المفروض ان انا اتكلم فيها. ده مثال، مثلا ده كوميونيتي مانجر. بيقول لك ان الكوميونيتي مانجر في منها امبلوي كوميونيتي مانجر، مثلا هي هنا المثال بتاع الكتاب بيقول لك ان انا عندي جامعة، الجامعة ديت فيها موظفين من اول العامل الصغير لحد عميد كلية او لحد رئيس جامعة، فدول كلهم اسمهم كوميونيتي مانجر، او مديرين او الموظفين الموجودين في الكوميونتي اللي اسمها يونيفرستي. في منها امبلوي، في منهم ستودنت، في منها مثلا اليومينس، مش عارف بصراحه كلمه معناها ايه، بس غالبا مدير اداره حاجه زي كده.
امبلوي في منهم الستاف وفي منهم الفاكولتي. الستاف اللي هو مثلا مديرين او شؤون الطلبه دول ستاف، وفي الفاكولتي بقى اللي هم اللي في منهم تيتشر، في منهم ادمنستريتور، يعني في منهم واحد التيتشر اللي هو المدرس نفسه، منهم ادمنستريتور اللي هو رئيس قسم او حاجه زي كده. فتلاقي ان كل حاجه ليها تخصص معين. ركز في الحته دي. انا بص وانا نازل كده عمال بايه، عمال بسبيشالايز، يعني عمال بخصص، بقول ده في امبلوي وفي ستودنت وفي مش عارف ايه. وبرضه لما نزلت تحت هنا عمال بقول ان ده فاكولتي في ستاف، وبرضه لما نزلت هنا قلت في تيشر في ادمنستريتور. فانا عمال بعمل سبيشالايزيشن. ولكن لو رجعت تاني كنت هقول ايه؟ هقول الادمنستريتور دوت ماله من الفاكولتي، يعني از ا فاكولتي او از ا فاكولتي امبلوي. والفاكولتي برضه او الفاكولتي مثلا الفاكولتي ستاف مالهم؟ الفاكولتي ستاف هم امبلوي في الاخر مش كده؟ والامبلوي ماله؟ في الكوميونتي مانجر، از ا كوميونتي، از ا كوميونتي مانجر. فايز اي ريليشن شيب اتطبقت اهي. فانا كده عمال بجنرالايز، وانا طالع عمال بجنرالايز. تمام. طيب الشكل ده بنسميه، الشكل ده بنسميه حاجه اسمها مالتي ليفل انهيرتنس. يعني ايه مالتي ليفل انهيرتنس؟ مالتي ليفل انهيرتنس يعني انا دلوقتي لو جيت على المثال بتاعنا اللي هو مثال الكار ده، تمام، هي الفراري ممكن يكون في منها ايه، بلاش الفراري، خلينا مثلا الهيونداي. الهيونداي مثلا عشان كلنا عارفينها وكده، الهيونداي ممكن يكون في منها كلاس تاني صغير كده وكلاس تاني صغير كده كمان. تمام. الكلاس مثلا الاولاني اسمه الانترا، والكلاس التاني مثلا اسمه وليكن مثلا فيرنا مثلا، مش كده؟ طيب الفيرنا ديت از ا هيونداي او تبع هيونداي، والهيونداي از ا كار. يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا كده عملت مالتي ليفل انهيرتنس. الفيرنا ديت هتنهرت من الهيونداي، والالنترا برضه هتنهرت من الهيونداي، والالنترا والهيونداي هم برضه بيعتبروا بينهرتوا من الكار. هتقول لي ازاي؟ هقول لك تفاصيل بقى هنعرفها قدام مش دلوقتي، بس عشان اوصل لك يعني ايه كلمه مالتي ليفل انهيرتنس. تمام كده؟ وعلى فكرة الالنترا ممكن برضو تنهرت منها، مش عارف المثال ممكن يكون واضح ليك ولا لا، بس ممكن تنهرت منها تو كلاسز تانيين. ما في عندنا الالنترا اللي هي الاي دي اللي هي الجديدة، والالنترا اتش دي اللي هي برضو عربية نفس هم في الاول وفي الاخر هم الالنترا، ولكن دي فئة ودي فئة تانية وهكذا. وصلت الفكرة كده؟ طبعا برضو البي ام دبليو ممكن تنهرت منها اكتر من كلاس، لان ليهم اكتر من فئات، وليهم اكتر من اصدارات كتير جدا في البي ام دبليو، وكل وهكذا كل العربية. فده اللي بنسميه المالتي ليفل inheritance بتاعي. تمام. ده برضو اكزامبل تاني، ده الشيب او ده شكل. الشكل فيه منه 3 dimensional shape وفي منه 2 dimensional shape، يعني في شكل ثنائي الابعاد وفي شكل ثلاثي الابعاد. الثلاثي الابعاد في منه اللي هو سفير اللي هو المكعب، سفير اللي هو مش فاكر والله بصراحه ترجمته ايه، الكيوب اللي هو المكعب، كلمه مش عارف انطقها، ما بحبش الحاجات دي كلها. التو ديمنشنال مثلا في منها السيركل، في السكوير، في الترينجل اللي هو المثلث والمربع والدايره. فالسيركل از ا تو ديمنشنال شيب، والتو ديمنشنال شيب مالهم؟ از ا شيب في الاخر. فكده بجنرالايز او طالع من تحت لفوق بجنرالايز، طب نازل من فوق لتحت بسبيشالايز، ان انا بخصص الشيب، بقول الشيب ده في منه 3 ديمنشنال وفي منه 2 ديمنشنال. بس هنقف لحد كده في الفيديو دوت عشان ما يبقاش طويل برضه اكتر من كده. الفيديو الجاي باذن الله هنبدا نكتب كود، هنبدا نشوف ان في كلمه اسمها عندي اكستند، سوري، اكستند، طبعا عملها كمان اكستند طبعا، اكستند مثلا مش عايز اكتبها عشان مش عايز اتكتب هنا. الاكستند ديت هي الكيبورد اللي هنعبر عنها بكلمه او هنعبر عنها بحته الانهيرتنس بشكل عام، يعني موجود في الجافا بيعمل يعني امبلمنت ازاي. بس دي كده الانهيرتنس. اتمنى يكون الموضوع الى حد ما وصل شويه. ده على فكره كونسبت مهم جدا جدا في الاو بي برضه، زي ما اتكلمت قبل كده. فاتمنى انك ما تهملوش، يعني لان كل اللي جاي هيبقى مبني على الموضوع ده. في تفاصيل كتير جدا في الموضوع، يعني في حاجات كتير جدا المفروض تبقى انت عارفها. لسه احنا بنتكلم بشكل جنرال، بحاول اوصل لك فكره يعني ايه انهيرتنس بس.
لكن لسه هنقول ايه اللي ممكن هنا يتعمل له انهيرت، يعني ممكن الفولكس باجن تاخد كل الفاليبلز ديت ولا ممكن تاخد جزء منها بس. تمام، هل ممكن انا اتحكم في الكلاس ده، اقول الكلاس ده ممكن يخلي فيه انهيرت لمين وما ينهيرتش لمين؟ يعني هل ممكن اقول مثلا ان الكار ده ممكن اخلي كل الكلاسز اللي بتنهرت منه تاخد كل الاتريبيوتس اللي فيه، ولا ممكن اخلي فيه اتريبيوتس معينه هو اللي يتعمل لها انهيرت والاتريبيوتس الثانيه لا تبقى ما يتعملهاش انهيرت؟ هل ممكن اتحكم في حاجه زي كده ازاي؟ فاهم الموضوع معايا؟ فهي دي بقى الحاجات اللي المفروض تعملها. طب ايه الميثود اللي ممكن تحط هنا؟ طب الكلاس ده نفسه اللي هو الكار ده بينهرت من مين؟ ودي حتة مهمة جدا جدا هنتكلم عنها المرة الجاية، وهكذا. بس أتمنى يكون الموضوع لحد ما وصل. تمام، ماشي، شكرا.